السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا اليوم يا اخوان بدي اعرفكم على كائن حي. هذا الكائن اذا كان موجود على الشجرة او عروف الشجر مستحيل تميز انه كائن حي. طبعا اسمه عصا المشي الفيتنامية. بعيش في غابات المطر في فيتنام. زي ما انتم شايفين في منه صغير في كبير. يعني لو اجينا هان طلعنا سبحان الله مستحيل تميز انه هاد كائن حي. بتفكروا جماد، بتفكروا عرف شجر، بتفكروا اي اشي، لكن هو كائن حي. تعال. زي ما انتو شايفين نفس عروف الشجر بالضبط. طبعا بكون بثني هذول اللي زي الكرون وبوقف ما بتحرك، مستحيل يعني تميزه بتاتا، مبينش. زي ما قلت لكم هذا الكائن من الاصل من غابات المطر فيتنام. وفيتنام بتغذى على اوراق الشجر زي ما انتم شايفين. حتى جسمه مثل غصن، بنقول غصن الشجرة او عرف الشجرة عندنا بنقول. حتى النتوءات اللي موجودة على جسمه مثل النتوءات الموجودة على غصن شجرة او عرف شجرة. كائن جميل جدا سبحان الله. في منه كبير، في منه صغير. طبعا انت لو بدك تحطه على مكان ناشف مثل عروف غصون الشجر مستحيل تميزه، لكن تعال احيانا منها بصير وجري اللون اخضر على لون العروف. يعني هون ركزوا كيف هون واقف على الورق الاخضر، ركزوا كيف الاجرين. كيف سانا الاجرين خضر على ورق الشجر والجسم عرف الشجر. هان كله مثل الغصن والعرف اللي هو احنا من كله عرف. بيقدر يوقف ساعات ايام طويلة بدون اي حركة، بدون اي حركة عشان ما يتم اكتشافه.